تحت شعار حب تونس ملان قايد انطلاق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في كامل أنحاء البلاد. تردي الوضع البيئي في تونس ورئيس الحكومة يعلن إنشاء خلية أزمة واتخاذ إجراءات عقابية صارمة. كيري يحل ببغداد في زيارة فجئية ووزراء الاتحاد الأوروبي يتدارسون التطورات على الميدان. طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرة الظهر. وفي نشرتنا أيضا تبادل لإطلاق النار بواد عرقوب بالقصرين بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية ليلة البارحة. انطلقت اليوم عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. أعطوا إشارة الانطلاق تم رسميا في الشارع الرئيسي بالعاصمة، وستعتمد الهواتف الجوالة في عملية التسجيل إضافة إلى التسجيل في مختلف المكاتب المعتمدة القارة منها والمتنقلة. شارع لحبي بورقيبة، الشارع الرمز، منه انطلقت اليوم عملية تسجيل الناخبين الراغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. خيمة خاصة قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنصبها لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل أو في التثبت من وجود أسمائهم على القائمات. يعني مسجل قبل ينجم تو جويس معناها نذكروه بمركز اقتراع، ولا في صورة ما هو يحب يبدل نجم نبدلوا له مركز اقتراع. وبيان فما ياسر جدد جاي تو ينجم معناها يعني نسجلوا له يختار مركز اقتراع وينتخب على روحه، ما عنده شو. ينجم زاد التبديل معناها مرة واحدة ينجم يبدل، أي مواطن عنده الحق التبديل مرة واحدة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أكد ضرورة المشاركة في التسجيل ضمانا لانتخابات ديمقراطية. إذا كان فما ثقة في الهيئة وفي المسار مش يكون فما إقبال. احنا هذه عنصر هام جدا. إذا كان نحبوا بالحق نظم انتخابات نظيفة، انتخابات شفافة، وخاصة انتخابات المواطن فيها بالحق يكون عنده وزن، يلزم نسجله. وعن طريقة التسجيل في المناطق الداخلية تحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ستكون هناك مراكز متنقلة في الأرياف باش نحاول نقرب للمواطن أكثر ما يمكن. فما تقريبا 275 مركز متنقل باش يمشي للأسواق، يمشي للأرياف، يمشي للمناطق اللي ما فيهاش إمكانية وضع مكتب قار. رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة كان من أول المشاركين في عملية التسجيل. جمعة اعتبر هذه العملية أول تطبيق فعلي للدستور. احنا توفقنا الدستور اللي نبهيوا به بالعالم، ولكن هالديمقراطية هذه يلزم نفعلوها على أرض الواقع. أول أكت سيتويان تاع مواطنة هو التسجيل والانتخاب. من أكثر التحديات اللي عندنا والنجاح نتاع التجربة نتاعنا الديمقراطية باش تكون في المشاركة. من بعد لكل مواطن حرية الاختيار. وتبقى انتظارات التونسيين من الانتخابات القادمة كبيرة من أجل تحديد مصير البلاد. انتخب باش اللي باش يحسن وضعية البلاد وكا هذا شنو يزينا من الجرافات ويزينا 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 والحمد لله. أنا ننتظرنا أن تكون حقيقة شفافة ونزيهة. نحب ننتخب، نحب نشوف تونس بخير، نحب نعملوا انتخابات باش الدنيا تركح، باش واحد يولي يعيش في البلاد. إذا كان كل واحد يقول لي شي يهمني كيفاش باش فين البلاد وين المواطنين وين باش ينتخبوا الكل. عملية تسجيل الناخبين في الانتخابات المقبلة انطلقت اليوم قبل أن يتمكن المجلس الوطني التأسيسي من حسم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسم من المنتظر أن يكون في غضون هذا الأسبوع. ومن مكتب التسجيل القار بالشارع الرئيسي بالعاصمة تنضم إلينا مباشرة خمايل فنيش عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أهلا بك سيدة خمايل. عسلامة، شلونكم؟ لكم لبس تقييم الهيئة للإقبال على التسجيل إلى حد هذه الساعة؟ والله احنا هوني موجودين من الساعة 7، بون ركبنا الماتريال وكل شيء، وساعة 9 بالضبط جا وسائل الإعلام باش تصير تغطية للإيفينمون، والحقيقة القبول كان كبير بالكدا، معناتها الناس بون مستغربة شوية، فما اللي تسائل، فما اللي تفاعل بالكدا، فما اللي يلزون بوزي بوكو دو كيستيون، برشا أسئلة معناتها جاوبنا عليهم. سي شفيق صرصار كيف كيف ألقى كلمة مع 9 بالضبط تاع الصباح،
ومن بعد العملية قاعدة تتواصل حتى لتوا. صف كبير كان في الصباح بالجديد وما بدأت العملية وقاعدة تتواصل العملية الحمد لله بكل تفاعل الحقيقة. ما هو عدد التونسيين الذين تنتظر الهيئة التحاقهم بقائمة المشاركين في الانتخابات المقبلة؟ والله فما المسجلين ساعة من 2011 هذوكم 4,100,000 تونسي في داخل الجمهورية، وفما 300,000 تونسي مقيم بالخارج. دونك هذوما ديجا معناتها يتسموا مسجلين وموجودين في سجل الناخبين، وفما تقريب نفس العدد نتاع تونسيين مازالوا زاد يلزمهم يقيدوا. والمره هذه حبيت ناكد على نقطه مهمه ياسر، اللي التقييد مع التسجيل هو اللي باش يسمح بالانتخاب. نعم. معناتها الانسان ما التونسي ما ينجم يصوت كان ما يقوم بعمليه التسجيل. نعم سيدة خما، الى المسجلين كيف تتم يعني التثبت منهم؟ التثبت منهم المسجلين ديجا عندنا موجوده في باز دو دوني، ينجموا يقوموا بعمليه التثبت عبر الهاتف الجوال. نعم. معناتها يعملوا جوست نجمه 195 نجمه، يكتبوا رقم بطاقه التعريف نتاعهم وينزلوا على دياز ويقولوا لهم كان هما مسجلين ولا لا، ويقولوا لهم شنو المكتب اللي قاموا به بالتصويت في 2011. هذايا دونك سيرفيس معناتها فيا لو تليفون. نعم. وبالنسبه للجدد سيده خمال، واللي يحب يسجل عبر الهاتف الجوال كيف يعمل نجمه 195 نجمه رقم بطاقه التعريف نجمه، ويحط الكود نتاع مكتب الاقتراع اللي يحب يصوت فيه. نعم. الرقم هذايا الكود هذايا ينجم ياخذوا يا وقت يكلم المركز النداء سنتر دابيل نتاعنا 18 14، والا يدخل على الموقع الويب نتاعنا www.easy.tn ويكتب معناتها الجهه نتاعو والمدرسه الابتدائيه ولا المعهد اللي يحب يقوم بعمليه تصويت فيه. نعم. يعطيوه ديريكتومون الكود اللي نجم يكتبوا من بعد باش يقيد به في معناتها بتليفونه. نعم. سؤال اخير سيده خمائل، الى متى ستتواصل عمليه التسجيل؟ الى حد 22 جويليا. نعم. بعد 22 جويليا ما عادش حتى تونسي ينجم يسجل روحه، معناتها كان فما نداء نجموا نعملوه للتوانسه الكلنا، وسائل اعلام ولا هيئه ولا اي مواطن تونسي ينجم يقول تحب تنتخب ولا ما تحبش تنتخب، عندك الوقت باش تخمم، المهم قم بعمليه التسجيل، معناتها اليوم انطلاق نتاعها والنهايه نتاعها نهار 22 جويليا، عندنا شهر في يدنا باش نقيدوا ان شاء الله لو ماكسيموم تاع المواطنين التوانسه. نعم سيده خمال، هل كيف ستتواصل يعني عمليه التسجيل يعني بهذا نسق ساعات مبكرة يعني صباحا إلى حدود السادسة والسابعة مساء؟ وبالنسبة لأيام الوطن كيف ستتم يعني نسق عملية التسجيل؟ هل بهذا النسق يعني كما انطلقت اليوم أيام الأحد وكذلك ساعات مبكرة من الصباح إلى ساعات ليلية يعني؟ لا التسجيل ليمات الكل. نعم. مش ايامات لحد كهو، لا شهر كامل. نعم. معناتها ليمات الكل فما مكاتب تسجيل قاره، عندنا 846 مكتب تسجيل الكل في الكل على كامل تراب الجمهوريه. نعم. منهم 570 مكاتب قاره ومنهم 276 مكاتب متنقله. القاره المكاتب القاره يتواجدوا في بلديات، في المعتمديات، في المغازات الكبرى كيما ماغازان جينيرال وتشامبيون وكارفور اتسيتيرا. نعم. وفما زاد المحطات الكبرى للنقل سينو معناتها. نعم. يكونوا محلولين نهار كامل، وفي رمضان فما سوايع زاده ليليه باش يكونوا مبرمجين ان شاء الله. نعم شكرا لك يا سيده خمال فني الشعب والهيئه العليا المستقله للانتخابات. يعطيك صحه. واستعدادا لتسجيل الناخبين قام العاملون بمختلف مراكز التسجيل التابعه للهيئه العليا المستقله للانتخابات بوضع الترتيبات الاخيره. تجهيز الآلات الطابعة والحواسيب وإعداد مطالب وأدلة التسجيل التي ستوزع على المواطنين هي آخر استعدادات مكاتب التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حضرت لي بي سي معناها توسكي الماتريال اللي باش يخدموا به كله فهمت، وانستاليت عليه لي زابليكاسيون نتاعو فهمت، باش هما يلقاو غدوة الحواسيب حاضرة للتسجيل.
إلى جانب الإعداد المادي واللوجستي، تم تنظيم اجتماع أخير بأعوان التسجيل لتسليمهم الأزياء الموحدة الخاصة بهم وتقديم بعض التوصيات. باش يكونوا موحدين، باش يحافظوا على المعدات اللي الموجودة عندهم، باش يسجلوا الناخبين وياخذوا الناس الكل على الناس كل كيف كيف، ما يفرقوا حد على حد مهما كانت انتماءات. ثم مكاتب تتكون من ستة عناصر، ثم مكاتب تتكون من ثلاثة عناصر، ثم مكاتب تتكون من عنصرين، وثم مكاتب متنقلة، وثم جمعيات ومنظمات ومجتمع مدني اللي هو مخالطة معنا في المنظومة هذه. الاستعدادات الأخيرة لانطلاق تسجيل الناخبين، سبقها بعث مركز نداء لإرشاد المواطنين وتوفير المعلومات حول العملية الانتخابية من خلال الاتصال بالرقم 1814، إلى جانب أعداد ومضات لتشجيع الناخبين غير المرسمين على تسجيل أسمائهم ولتذكير الناخبين المسجلين بأهمية الواجب الانتخابي. وفي موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها للحد من تردي الوضع البيئي في البلاد وانتشار الفضلات في الشوارع والأنهج ستتخذ إثر اجتماعها الذي ما يزال متواصلا إجراءات وصفها رئيس الحكومة بالصارمة. خلية الأزمة هذه أخذنا فيها إجراءات باش نخرجوهم اليوم إن شاء الله، إجراءات أهمها تشوفوها في البلاغ. أما نقول لكم حاجة، باش تقولوا ماشي في تطبيق القانون، في تحمل مسؤولياتنا في توفير البيئة للمواطن، ما ناشي باش نعملوا دي بلان تاع 5 سنين، ان شاء الله باش تكون اجراءات عاجلة وكل انسان صارمة. شوف القانون واضح، احنا نحكيو على الدستور وعلى قانون، احنا الطريقة نتاعنا ديما التفاوض والحوار ديما مفتوح مع الاطراف الاجتماعية، وهذا اثبتناه منذ، ولكن كيف فما حاجة مطالبين بها الكل، تطبيق القانون ودعوة كونه الحكمة ترجع للعباد الكل، ونحافظوا على صحتنا، ونحافظوا على شوارعنا، ونحافظوا على بلادنا، ودعوة كذلك لكل المواطنين كونهم زادة كيف يشاركوا ويساهموا. وفي صلة بموضوع النظافة والعناية بالبيئة، التحضير لتأسيس مجلس المواطنة للبيئة والتنمية المستدامة يوحد جهود المجتمع المدني ضمن هيئة التنمية المستدامة التي أقرت في الدستور، واحد من بين عدة محاور بحث فيها منتدى المواطنة من أجل البيئة، إضافة إلى غياب الوعي البيئي لدى المواطنين. تتكدس أقوام القمامة منذ حوالي أسبوع في صفاقس متفاعلة مع حرارة الصيف بين مواطن لا ينظر أبعد من حقوقه المادية ومواطن منغمس في مشاغله اليومية ليبقى أنين الوجع البيئي بعيدا عن مسامع المواطن العادي. تو كي نشوفوا تو اليوم بركه بعد الاضراب اللي قاموا بها عوين البلديه ونشوفوا الفضلات في كل جهه، هنا يظهر لي ما فما حتى مواطن يخمم في مورد الرزق نتاعو، وقت اللي هو يشم في روائح كريهه، وقت اللي هو متعرض لامراض ويتعرض لامراض صحيه وغيرها من تلوث، وهذايا ينجم ينعكس على صحته، وهو وقتها باش ينفق نقود باش يحافظ على البيئه نتاعو. ادعو نداء الى كل الجمعيات في تونس ان تلعب على المبدعين للومضه التحسيسيه بقصائد. أنا من بين الذين اشتغلوا على التحسيس في النظافة، في الاكتتاب، في الترشيد في الماء، في ترشيد السلاك، في القلع على التدخين. غياب المواطنة وضعف الحوكمة الحلقتان الضعيفتان في العمل البيئي رغم دسترة الحقوق البيئية، ذلك ما أكد عليه المشاركون في منتدى المواطنة من أجل البيئة، وبحثوا في التصورات التي لم تفلح عشرات الجمعيات في تكريسها خلال نشاطها منفردة. ونسعى طبعا بإحداث هذا المجلس المواطنة البيئي في تونس، هو مجلس نحاولوا باش يكون ممثل لجميع الجهات التونسية، الجمعيات وشبكات، حتى يكون فعلا معنا الناطق الرسمي باسم المجتمع المدني الناشط في المجال البيئي. قلنا لابد أن يكون صوت المجتمع المدني صوتا واحدا من خلال هذا المجلس الذي سينسق ويكون القاطرة التي تقود المجتمع المدني ليصبح قوة يعني دفاعنا عن البيئة، قوة مناصرة من أجل القضايا المهمة في مجال الدفاع عن البيئة، وقوة ضغط لدفع السياسات في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في كل مقاربة تنموية. منتدى أحمي في دورته الثالثة احتضرته صفاقس بالذات في رسالة ضمنية أخرى من المجتمع المدني للمخططات المستقبلية، مفادها أن أهل كل جهة أدرى بمشاغلها التنموية.
من أخبارنا الاقتصادية، زيادة ب6% في أجور القطاع الخاص أقرت اليوم وتشمل 1.5 مليون شخص موزعين على 50 قطاعا، وتنص الاتفاقية التي توقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا على زيادة ب10 دنانير في منحة النقل، وسيبدأ العمل بها ابتداء من شهر مايو المنقضي. ووفقا لما أعلنه خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي في منظمة الأعراف ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، فإنه رغم الظروف الاقتصادية الحالية والوضعية الحرجة للمؤسسات، فإن مؤسسات القطاع الخاص أقرت الزيادة في الأجور وفق منطق تضامني. قدم رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خلال لقاء جمعه بالمدير العام للبنك الأوروبي لإعمار وإعادة التنمية شاكرا بالت، قدم تطمينات عن سير برنامج عمل الحكومة والإعداد للانتخابات وأهم التوجهات والإصلاحات في المجال الاجتماعي والاقتصادي. من منظوري هناك تقدم إيجابي يلحظ في تونس، وأنا متفائل فيما يخص مستقبل تونس على مستوى السياسي والاقتصادي. نحن نركز بالخصوص لمساعدة مجال الأعمال في تونس من خلال خلق مواطن الشغل الجديدة، وكذلك نهتم بتطوير القطاع البنكي من خلال إصلاحات جذرية وإعادة هيكلة كاملة. أكدت اعتدال بربورة منسقة مشروع إرساء المجلس الأعلى للتونسيين تعرضها للعديد من العراقيل والإشكاليات أثناء إعدادها تقرير المعاينة للتمكن من صياغة نص قانوني خاص بإرساء مجلس أعلى للتونسيين بالخارج، وكان ذلك أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وبينت أيضا أهمية إرساء المجلس ليكون ضامنا لحقوق المهاجرين بمختلف فئاتهم. عملت كونسلتاسيون اون ليني، خرجت حاجه فيها دي بروبوزيسيون بار لو بيي دو كونسلتاسيون الكترونيك انفورماتيك. يعني كل مطلب، مثلا نعطيكم مثال، الاسم نتاع المجلس، فما شكون يحب يسميه مجلس اعلى الهجره، فما شكون يقول لا احنا ماهيش هجره، احنا تونسيين بالخارج، خاطر عندنا اختلافات كبار. سطرتهم بالواحد بالواحد لي بروبوزيسيون، حطيتهم في بنك دو دوني انفورماتيك، وفي البنك دو دوني انفورماتيك هذيك كل بلاد انا زرتها عملت ان فوت. يعني خرجت من بعد دي ستاتيستيك دي شيفر من الناس على خدموا الموضوع، شنو النظره نتاعهم في المشروع هذا. ابقى فما عباد معناها قدموا مشروع وحدهم، هذوكم هما حرين، وصلت الوزارة وأنا خرجت معناها من الملف متاعي، لكن أنا خدمت بلا الناس اللي شاركت معايا. وفي موضوع آخر، جد ليلة أمس بولاية القصرين تبادل لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية متكونة من 4 عناصر ووحدات أمنية في وادي بوعرقوب ميمون في حدود جبل السلوم من ولاية القصرين، عندما كانت المجموعة الإرهابية تحاول التزود بالمؤونة. المجموعة المذكورة لازت بالفرار حسب ما أفادت به وزارة الداخلية، وتم حجز كل المواد الغذائية ولم تسجل أضرارا في صفوف الوحدات الأمنية. هذا تواصلت عملية التمشيط بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني. في موريتانيا يتم اليوم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت مساء أمس عن إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية ثانية، وذلك بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ب 81.89% من أصوات الناخبين. وحسب النتائج الأولية المصرح بها، حل في المركز الثاني الناشط الحقوقي بيرام ولد عبيد رئيس مبادرة الحركة الانعتاقية المناهضة للرق بحصوله على 8.67% من الأصوات. ومعنا عبر الهاتف مباشرة من وقشوت الصحفي والمحلل السياسي مختار ولدشبي. سيد مختار، أهلا بك. من المفروض أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج النهائية، فأي جديد وسط ما نقل من أخبار عن تقدم واضح للرئيس الحالي في الانتخابات؟ شكرا لكم. فيما يخص هذه الانتخابات، أعلن الليلة البارحة أنه فاز الرئيس المرشح محمد بن عبد العزيز بأزيد من 81% من أصوات الناخبين. النتائج الرسمية
سيعلنها المجلس الدستوري في غضون أيام، لأنه في القانون الموريتاني للمرشح الحق بالطعن في بعض هذه النتائج. على العموم ود عبد العزيز منحه الموريتانيون ولاية رئاسية جديدة، لأن أنتم تعرفون أن المعارضة قطعت هذه الانتخابات، ومع ذلك بلغت نسبة المشاركة أزيد من 56%. نعم. يعني لن يكون هناك جديد، المجلس الدستوري سيصادق كما هو متوقع على هذه النتائج. نعم. نعم أستاذ مختار، كيف تمت قراءة أو تفسير هذا الفوز للرئيس الحالي، وكيف تقبلت المعارضة الموريتانية هذه الهزيمة؟ بالنسبة للمعارضة تعتقد أنه جرى الكثير من التجاوزات في هذه الانتخابات، لكن كان متوقع فوز الرئيس الحالي، لأنها هي لم تشارك. الذين شاركوا مثل الناشط الحقوقي برام الدعبيدي وغيرهم بيدر الحميد صار إبراهيم مختار، كلهم لا يمثلون الساخامة الانتخابية الكبير، هم صغيرة لا تمتلك أكثر من 5 و6% من مقاعد البرلمان. إذا من غير المعقول أن ينافس الرئيس، الرئيس بقت له الحلبة فارغة. المعارضة تعتقد أن ولد عبد العزيز طالبت بالكثير من الأمور، من أبرزها حكومة للإشراف على هذه لجنة الانتخابات، هو سمح بقيام لجنة مستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية كما كان في السابق. أعتقد أن المعارضة مدعوة اليوم للجلوس لحوار مع الموالاة من أجل التفكير في انتخابات برلمانية قادمة قد تدخل المعارضة. أما في الرئاسة فأعتقد أن الرجل امتلك حسب صناديق الاختراع ولاية رئاسية جديدة من 5 سنوات غير قابلة للطعن. نعم، الصحفي والمحلل السياسي مختار ولد شبيه من نواكشوط، شكرا على هذه الإيضاحات. ومن أخبارنا الدولية أيضا، في خطوة مفاجئة حل اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعاصمة العراقية بغداد، ويعمل وزير الدبلوماسية الأمريكية عبر هذه الزيارة إلى حث رئيس الوزراء نوري المالكي على تشكيل حكومة تضم المزيد من الأطياف السياسية في مسعى للقضاء على تمرد اجتياح معظم شمال العراق وغربه. ومع تواصل توتر الأوضاع الميدانية في العراق، يطلع اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تدهور الأوضاع على الصعيدين الأمني والإنساني في البلاد. يطلع اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ميلادينوف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطورات الأوضاع في هذا البلد، خاصة مع التدهور الأمني الذي تعيش على وقعه بلاد الرافدين. ومن المنتظر أن يتخذ الوزراء خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ قرارات تتعلق بالصراع الجاري في البلاد، خاصة بالنسبة للوضع الإنساني. هذا وعززت المفوضية الأوروبية من تمويلها للعملية الإنسانية في العراق استجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح أعداد كبيرة من العراقيين من الموصل وغيرها من المدن العراقية جراء الصراع الدائري هناك. وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للعراق 12 مليون يورو. ميدانيا، لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف منزلهم شمال العاصمة العراقية بغداد. من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية العراقية أمس انسحاب القوات الأمنية من منفذي الوليد وطربيل الحدوديين مع سوريا والأردن وسيطرة المسلحين عليهما. في بروكسل، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 28 خلال اجتماعهم اليوم الأوضاع في العراق وليبيا والأزمة السورية، إضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على العلاقات الروسية الأوروبية. أزمة العراق والموقف من ليبيا والأزمة السورية، إضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على العلاقات الروسية الأوروبية، ملفات ساخنة ستطرح اليوم على طاولة نقاشات وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم بلوكسمبورغ. وتفيد أولى التقارير الواردة من هناك أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية وافقوا على تجميد وصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم، متهمين إياهم بال
المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. أما عن مستجدات الوضع في العراق فقد أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن غالبية الدول الأوروبية ترى أن الطريق الأفضل للعراق يتمثل في تشكيل حكومة جديدة عبر وفاق وطني يمكنها أن تحظى بثقة العراقيين وثقة المجتمع الدولي ومحيطها الإقليمي كشروط لبسط استقرار مستدام خارج دائرة العنف. وفيما يتصل بتطورات الأزمة الأوكرانية فقد دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين روسيا إلى قبول خطة السلام التي تقدم بها الرئيس الأوكراني الجديد، وسط توقعات بأن يكرر الوزراء استعداد دولهم لسن تدابير قسرية إضافية على روسيا خاصة على الصعيد الاقتصادي في حال قيامها بأي عمل عدائي جديد تجاه أوكرانيا. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك في تصريح قبل انعقاد الاجتماع إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يشك في أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لمعاقبة روسيا. أفاد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على جنوب سوريا ليلة البارحة، وزعم المتحدث باسم الجيش أن القيام بهذه الخطوة جاء ردا على إطلاق قذيفة نهار أمس خلفت قتيلا في الجانب الإسرائيلي وجرح مدنيين آخرين إسرائيليين، مضيفا أن الغارات استهدفت 9 مواقع للجيش السوري. قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات على 3 من صحفيي قناة الجزيرة أدينوا بمساعدة منظمة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والثلاثة هم الأسترالي بيتر غريست ومحمد فهمي المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية وباهر محمد وهو مصري. وقال مصدر إن أحد الثلاثة وهو باهر محمد عوقب بالسجن 3 سنوات إضافة لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. في الرياضة، فاز المنتخب التونسي لكرة السلة ذكور أقل من 18 عاما على نظيره الليبي لحساب اليوم الثاني للدورة التأهيلية لبطولة أفريقيا للأمم لهذا الصنف العمري للمنطقة الأولى، وبالإضافة إلى تونس وليبيا تعرف دورة مشاركة المنتخب الجزائري منظمة الدورة التأهيلية، وستتواصل الدورة التي تقام ذهابا وإيابا بإجراء الجولة الثالثة اليوم بين المنتخبين الجزائري والتونسي على أن يتأهل صاحب المركز الأول لبطولة أفريقيا للأمم 14 و2000 المقررة بمدغشقر. أخبارنا المتفرقة تأخذنا إلى واشنطن، حيث احتفلت مجموعة من الرياضيين الصينيين بمهرجان سباق قوارب التنين الذي يصفه البعض بالعيد الثقافي الصيني التقليدي، كما أنه يعتبر من أنشطة الرياضة البدنية التي تحظى بمشاركة شعبية عالية. ويحتفل الصينيون بهذا المهرجان من خلال سباقات بقوارب على شكل تنين، ويرون في هذه السباقات طريقة للتعاون واستخدام قوة الجماعة في تحقيق الفوز، إلى جانب جملة من العروض تعكس الثقافة الصينية. ختم نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. تحت شعار حب تونس ملا قايد انطلاق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في كامل أنحاء البلاد. تردي الوضع البيئي في تونس، ورئيس الحكومة يعلن إنشاء خلية أزمة واتخاذ إجراءات عقابية صارمة. كيري يحل ببغداد في زيارة فجئية، ووزراء الاتحاد الأوروبي يتدارسون التطورات على الميدان. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.